يوم نشوف صراع بين ثلاث جهات قوية اللي هي الشرطة والإعلام والعصابات في عمل واحد، شو راح يكون هذا العمل وكيف راح تكون صيغته أمام الشاشة؟ कभी कभी पाताल लोक के जो कीड़े हैं ना वो धरती लोक के आदमियों को काट लेते हैं और उनके काटने से होता है कांड। هلا وغلا، معاكم محمد سيف الريامي وراح اتكلم معاكم عن المسلسل الهندي باتال لوك الذي يعرض في قناة برايم فيديو امازون. مسلسل باتال لوك هي مأخوذة من رواية كتبها تارون ديتشبال في سنة 2010. القصة او العنوان اللي في هذه القصة كان اسمها قصة مساعدي الخاص. المخرجان أفيناش أرون وبروسيت روي امانة صراحة عملوا هذا العمل بكل جدارة. كيف؟ انهم اختاروا اولا الاماكن التصويريه الحقيقيه لهذا العمل، يعني ما في اي مكان داخل استوديو تحس انه استوديو مصنوع فقط لبعض الاعمال وقال خلنا نجرب حظنا ونصور في هذا الاستوديو. طبعا السيناريو انكتب بشكل واقعي، تحس انه هو مطابق طبق الاصل لكل الاشياء اللي تصير في الهند، سواء كان في الاعلام او الشرطه او العصابات، لدرجه ان حتى الشخصيات هندموها يعني بشكل رائع. الهندام للشخصية مكتوب في السيناريو صحيح، يعني كيف تركيبة الشخصية الشرطي، كيف راح تكون تركيبة الشخصية الإعلامي أو اللي هو مدير القناة، أو كيف راح تكون تركيبة الشخصية للشخص المحوري في قصة العصابات. كل واحد معمول له شخصية، لدرجة أنه صاروا الحين يعملون عليهم ميمز يعني نكت وكاركاتيرات، ويعني يختارونهم في بعض الأشياء اللي ممكن تكمل بعض المجريات الأعمال الخاصة اللي عند الناس. يعني الشخصيات صارت مهمة جدا في عالم المسلسلات اللي معروضة في القنوات الرقمية. منتجي هذا العمل هي الفنانة المعروفة أنوشكا شرما وأخوها كارنيش شرما. يعني أنا أشوفهم صراحة اختياراتهم جدا جيدة في الأعمال الفنية. يعني حتى أنوشكا شرما اللي تشوفون لها أفلام في السينما، كل فيلم يعني معمول بأسلوب خاص. قصة هذا العمل أول شيء تدور أحداثه مع بداية مع شرطي هاتي رام اللي هو خائب الأمل في العمل المهني في الشرطة، يعني ما عنده أي شيء يذكر إنه هو شو سوى لهم. فيعطونا مهمة قوية جدا، والمهمة هذه حل جريمة قتل لشخصية مهمة في الإعلام، وطبعا الناس اللي وراء مقتل هذا الشخص هم ناس من العصابة التي يعني فيها ألغاز وطلاسم صعب حلها، فكيف راح يحلها هذا الشرطي؟ من بعدها راح تشوف شخصيات بارزة في هذا العمل، يعني تجيك شخصية واحد من الناس المتورطين أو الناس اللي ممكن يكون لهم صلة غير مباشرة حول هذه الحادثة، شخصية إعلامية موجود في هذا العمل، هو يعني مسؤول أو في نفس الوقت مذيع مهم ومرموق في إحدى القنوات الهندية، لكن عنده مشاكل عائلية بحيث أنه هو مش يعني ملائم في حياته مع زوجته اللي ما عنده بينه وبين أي عيال، وفي نفس الوقت له علاقة مع سكرتيرته أو الشخصية اللي تشتغل معاه في الإعلام أو في التلفزيون. ومن جهة أخرى من العصابة في هناك شخصية تياغي اللي هو شخص ساكت، يعني ما يتكلم وايد لكن عنده ألم في داخله، وفي نفس الوقت هذا الشخص اللي عنده ألم في داخله تخاف من هيئته، يعني هيئته ان هو عيونه تخوف، وعنده حاجات يبي يعملها مثل ما تقولون ان هذا عنده رؤية في حياته لازم ينفذها، وفي نفس الوقت هو يعبد رئيسه، يعبد لدرجة كبيرة جدا، ما تعرف هو شو موضوعه إلا في نهاية العمل راح تعرف سر من أسرار مهمة جدا مرتبطة مع هذه الشخصية. أهم الشخصيات اللي عجبتني في هذا المسلسل صراحة الفنان جايديب أهلوات. أنا عملت مع اللقاء قبل وقلت له أنت راح تجني جائزة أفضل ممثل عن هذا الدور. I know there is less cinema, thoda movie tha, lekin phir bhi maine dekh li kuch filmein. But all web series I watched from Prime or Amazon, from Netflix or from Hotstar or best actor it should be you. I will tell you. Thank you. No, that's Thank really so that's the reality. وبفعل هو جنى جائزة أفضل ممثل عن هذا الدور. أنت تشوف هذا الشرطي اللي هو جايديب بيمثل دور هاتي رام، ما في أي نوع من أنواع الابتذال، ما في أي نوع من أنواع المبالغة الغير منطقية اللي نشوفها عند الشرطة اللي هم يمثلون أدوار الشرطة في السينما الهندية. يعني هو قاعد يؤدي أداء عفوي جدا
الشرطي اللي دائما مضغوط في عمله، كيف راح تكون حياته مع زوجته مع ولده ومع أصحابه ومع زملائه في العمل؟ هذا هو الشرطي اللي نحن نبغى نشوفه في السينما الهندية، مو دائما الشرطي اللي لازم يكون نظيف الهندام ونظارة جميلة وما أدري كيف، لا، هذا هو الشرطي اللي مثل ما شفناه في فيلم شول مال مانوش باتش بايلو، تتذكرونه؟ هذا الشرطي يؤدي جاديب بشكل رائع، و يعني إبداع ما بعد إبداع صراحة. ما شفت أنا شرطي في الخمس سنين الأخيرة في السينما الهندية أو في مجال الدراما الهندية إني أدي دور مثل هذا الدور. من جهة أخرى الفنان نيرج كابي اللي يمثل دور المذيع الإعلامي المرموق، هذا فنان يمثل بعيونه، أنا ما شفت له أي عمل إلا أشوف عيونه كيف تتحرك، عنده يعني أسلوب غير طبيعي أثناء الأداء. شوفوا لأي عمل، مثلاً فيلم تلوار لو تتذكروه مع عرفان خان الله يرحمه، في دور الأب، شوفوا كيف كان دوره بريء وفي نفس الوقت تخاف تقول يمكن هذا وراء شيء. وكذلك في فيلم هيتشكي مع راني مكرجي اللي يمثل دور المدرس الثاني اللي هو يعني دائماً يتضايق من راني مكرجي، دوره جميل كان في هذاك العمل. في هذا المسلسل في باتال لوك يمثل دور الإعلامي بطريقة رائعة جداً، ومفهوم الشخصية الإجرامية أو الشخصية اللي يقولوا عليها فيلن في السينما الهندية مو شرط أنه يكون فيلن وصريخ وإزعاج وما أدري بهددك وغير، لا، لازم يكون هادئ وفي نفس الوقت أنيق وعنده أسلوب في الكلام اللي يخليك تخاف منه شو راح يسوي بعدين. هذا فنان نيرج كابي فنان. الفنان أبيشيك بنرجي اللي يمثل دور تياغي اللي هو دائما يشيل المطرقة في يده، طبعا هو مو دائما يشيل المطرقة في يده لكن ارتسمت هذه اللوحة في راسنا لأن الصورة هذه صارت ميم مشهور في الهند. وأنا يوم شفت هذا العمل أصلا قلت من البداية، أنا العمل شايفينه من شهور وقلت أن هذه الشخصية راح تخلد في التاريخ وراح تذكر بكثير من المناسبات، وبالفعل أبيشيك بنرجي استفادة كبيرة جدا من هذا الدور في هذا المسلسل. وأثناء حواري معاه قلت ترى أنت تذكرني بتياغي اللي مثله سيف علي خان بنفس المسمى، هو اشتهر كثير سيف علي خان بهذاك الاسم وأنت اشتهرت أيضا بهذا الاسم، وهو ضحك. تياغي کا جو نام ہے پتہ نہیں اتنا لکی نام ہو گیا جیسے کہ پہلے سیف علی خان تیاگی لگڑا تیاگی تھے اونکارا میں اور ابھی یہاں پہ ہتھوڑا تیاگی یہ جو نام دس از ویری گڈ آئی ڈونٹ نو ویری گڈ کوئنسیڈنس میں تو انصاری کی طرف دیکھتا ہوں لیکن جو رائٹ کلدیپ شرما وہ جا کر جو ہے استری دیکھی اور استری دیکھنے کے بعد مجھے ایک دن کرنیش کے تھرو بولا بالفعل هو اشتهر بهذه الشخصية، أي نعم مثل في فيلم استري دور جميل كان عنده وعنده بعض الأدوار الجيدة مثل فيلم دريم جير، لكن في هذا المسلسل بالذات أبيشيك بنرجي أثبت وجوده وأعتقد ما راح يرضى إلا بالأدوار المهمة في الأعمال القادمة مستقبلا. التشويق موجود، الإثارة موجودة، الأداء موجود، الإخراج الجيد موجود، والصورة البصرية أيضا جميلة جدا. أنا بالنسبة لي هذا المسلسل شفته في فترة بدايات الكورونا وهو أكثر مسلسل خلاني أعيش التجربة لدرجة أني قاعد أقول أنا لازم أشوف كل يوم حلقة واحدة في غرفة مظلمة أمام الشاشة كبيرة على أساس أني ما أخلص هذا المسلسل بسرعة. صدق المسلسل جذاب ويعطيك اهتمام شخصي كمشاهد، يقول لك يا مشاهد تعال أنا جبت لك حاجة أنت لازم تشوفها وتنتفع منها فنيا، ولا تفوتونه. موجود مثل ما قلت لكم على برايم فيديو أمازون، شوفوا وعطوني رأيكم. أنا من الحين أقول لكم هذا مسلسل 4.5 من 5 يستحق مني. عندكم أي رأي اكتبوا لي في الكومنت، ولا تنسون سبسكرايب لايك شير ضروري جدا عشان القناة تستمر معاكم، وخبروني شو رأيكم في اللوك الجديد اللي سويت لكم إياه اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.